تشرب حلة أهل فلسطين. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير. في العناوين: قتلى في استهداف الجيش بصاروخ جو أرض عربة مسلحة لمجموعات سورية في أطراف عرسال. المحكمة العسكرية تطلق سراح وارف سليمان وبيير حشاش. غارات روسية للمرة الأولى على الغوطة وريف دمشق، والسعودية تدعو إيران للانسحاب من سوريا ووقف تدخلاتها بدول المنطقة. مساء الخير. الحكومة باتت غير معلقة وغير مطلقة، التوصيف لمصدر وزاري وعلى خلفية السخونة التي لفت المواقف السياسية الأخيرة، والتوصيف هذا سيبقى ساري المفعول بانتظار الاتصالات المرشحة للتصاعد على خط التبريد والتي سينطلق على مسارها رئيس مجلس النواب نبيه بري العائد من الخارج. في التطورات المتصلة بالحراك المدني، فقد فك الناشطون اعتصامهم أمام المحكمة العسكرية بعدما أطلق سراح الناشطين بيير حشاش ووارف سليمان. أمنيا، برز الوضع في عرسال بعد قصف الجيش موقعا لجبهة النصرة في أطراف البلدة، مما أدى إلى مقتل 7 مسلحين. أما في سوريا فسلاح الجو الروسي لا يزال يواصل تأمين غطاء جوي لكتائب الأسد المدعومة بميليشيات إيرانية وعناصر من حزب الله في معركتها المفتوحة ضد الشعب السوري، في وقت تستمر فيه الاشتباكات في الغوطة الشرقية بين الثوار من جميع فصائل الغوطة وقوات الأسد وحلفائها. ولكن قبل الدخول في التفاصيل السياسية والوضع الميداني في سوريا، نتوقف عند هذا التقرير الذي يحمل في طياته أهداف مساعدة الناس المحتاجين على مختلف جنسياتهم. الفنان راغب علامي وفي حديث لتلفزيون المستقبل شدد على أهمية عمل الخير وشجع حملة دفا التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين على كافة الأراضي اللبنانية. التقرير لناهد يوسف. الغرض اللي أنت تعتازه مرة بالسنة غيرك يمكن يعوزه كل يوم بالسنة. وعليه فأبسط الممتلكات قد تكون كنزا لمن يحتاج، وهو ما تدعو له حملة دفا التي انطلقت قبل يومين بشعار اللي ما بيلزمك بيلزمنا. وكي لا تتكرر هذه المآسي تستبق الحملة برد الشتاء، وهي التي يرى فيها سفير النوايا الحسنة الفنان راغب علامي عملا إنسانيا يدفئ الغير. بظل الفساد السياسي والوساخة السياسية التي تحصل، أنا بعتقد نحن اليوم بدنا نبني على الخير وعلى الخيرين، فأنا بشجع العالم كثير أنه يشاركوا بهالحملة، الحملة الخيرة، حملة دفا، لأنه في كثير ناس بحاجة فعلا لهذا الخير الموجود عند الناس، وفي كثير ناس بتقدر تعطي الشيء القليل اللي ما بتحس فيه، بينما غير حيدفى وحيرتاح وحيشبع بظل هذه الظروف المأساوية اللي بيعيشها بلدنا. على وسائل التواصل الاجتماعي أخذت الحملة المكان الأكبر لما تهدف له من مساعدة المحتاجين على كافة الأراضي اللبنانية. مجموعة من الإعلاميين والناشطين وبمبادرة فردية سيقومون بجمع التبرعات والمساعدات العينية لتنطلق في الأول من تشرين الثاني إلى كل فرد غابت عن وجهه ملامح الأمان، لتمحي خوف البرد والجوع ولو لفترة من الزمن. بتمنى من كل حدا يؤيد حملة دفا، الحملة الخيرة، أنه ينزل على وسط بيروت يوم 1 الشهر لدعم هذه الحملة ومساعدة الآخرين. بالمساعدة نحيا أفضل وبلدنا بيكون أفضل. الجيش اللبناني يستهدف بصاروخ جو أرض عربة مسلحة لمجموعات سورية مسلحة في أطراف بلدة عرسال.
قتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرون في انفجار وقع في وادي حميد قرب مدينة الملاهي على أطراف بلدة عرسال. مصدر عسكري لبناني رفيع قال لوكالة الأناضول أن الجيش استهدف بصاروخ جو أرض عربة مسلحة لمجموعات سورية متشددة، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين. وقال المصدر أن الشاحنة التي استهدفت بصاروخ كانت تحمل رشاشا مضادا للدروع، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش المجموعات المسلحة التابعة لجبهة النصرة وتنظيم داعش في هذه المنطقة الحدودية. رواية الأناضول قابلتها معلومات أخرى من داخل عرسال أفادت بأن عدد القتلى بلغ 7. بشكل مفاجئ بدت هيئة محكمة التمييز العسكرية التمييز المقدم من وكلاء الدفاع عن الموقوفين وارف سليمان وبيير حشاش اللذين أخلي سبيلهما. تقرير ربيع شنطف. هكذا كان اللقاء بين الناشط وارف سليمان وذويه أمام مخفر الرملة البيضاء بعد أن أفرج عنه إثر بت محكمة التمييز العسكرية بطلبات إخلاء السبيل والتي قدمها وكلاء الدفاع عن سليمان وعن زميله بيير حشاش، والذي خرج أيضا من مكان احتجازه في ثكنة الحلو وانضم لاحقا إلى الأهالي والناشطين. احنا بعدنا مبلشين ضد الفساد. شو الخطوات الجاية اللي ممكن تعملها؟ نشوف. ما انت عندك حياتك الخاصة، يعني ما حابب ترجع لحياتك الخاصة؟ انا بحياتي هلا في اولويات، اذا قادرين نقدم شيء لبلدنا بتصير هي الاولوية. خصوص الشغل وما الشغل يعني؟ وقتها كنت عندك التزامات. اكيد وقتها كنت جوا كان في ناس عم تساعدني من برا، رفقاتي واهلي، وهلا برجع بهتم فيهم. انا مش مصدق نجتمع احنا والحراك تنشوف اي متى المظاهرة الاولى مشان تعال نرجع ننزل على الشارع ونشد الشريط. خلي يفوتوا على الحبوس يشوفوا مين في جوا. لازم هن الطبقة السياسية الفاسدة مش كلها 99%، خلينا نقول احسن ما يقولوا ما تعمم، هن لازم يكونوا جوا وهودي لازم يكونوا برا. وبعد الاحتفال الرمزي توجه الجميع إلى أمام المحكمة العسكرية حيث تمت إزالة خيام الاعتصام المفتوح الذي أقامه الناشطون احتجاجا على قرار القاضي رياض أبو غيدة والذي أمر باستمرار توقيف الناشطين. كما من المقرر أن يزور سليمان وحشاش زميلهما محمد حرز في مستشفى جعتاوي والذي أضرم النار بنفسه منذ أيام احتجاجا على قرار أبو غيدة. نوه رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد سنيورة بالموقف الذي صدر أمس عن متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي، والذي قال فيه: لا حرب مقدسة وكنيستنا لا تبارك الحروب. واعتبر السنيورة أن موقف المطران عودي من الحروب إنما يعبر عن أصالة ووطنية ضاربة الجذور عميقا تنبذ التحريض الطائفي وتصب في تدعيم الوحدة الوطنية اللبنانية والسلام الأهلي في لبنان. وأكد الرئيس السنيورة التصميم على العمل على عودة السوية والاستقرار إلى بلداننا بعيدا من لغة التحريض والتشدد وممارسات التخوين والاضطهاد والتهجير والقتل والإرهاب. وكان الرئيس سنيورة قد اتصل بالمطران عودي محييا مواقفه. صرح للعدل افتتح في عاصمة الشمال طرابلس. قصر العدل الجديد أنجز بعد طول انتظار، وهو الذي وضع حجر الأساس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري. قصر العدل أنجزته شركة جهاد العرب، وهو من أكبر قصور العدل في لبنان. والكلمات أكدت على أهمية الإنماء وتحصين القضاء لتبقى الكلمة الفصل للقانون. بعد طول انتظار أبصر قصر العدل الجديد في طرابلس النور ليشكل مبنى نموذجيا لقصور العدل في لبنان. هذا الصرح الذي وضع حجر الأساس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري أثناء تولي النائب سمير الجسر حقيبة العدل تنتظره طرابلس منذ سنوات، وهو افتتح بحضور النائب قاسم عبد العزيز ممثلا الرئيس نبيه بري، والوزير بطرس حرب ممثلا الرئيس تمام سلام، والنائب الجسر ممثلا الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، إضافة إلى وزيري العدل أشرف ريفي والأشغال غازي زعيتر وحشد كبير من القضاة والمحامين والقادة الأمنيين. وزير العدل أشرف ريفي قال أن طرابلس تقول للجميع نعم للدولة ومؤسساتها وتضيء شعلة العدالة بعد الظلم التي لحق بها والتهم التي سيقت ضدها. لكن طرابلس أثبتت أنها عصية على الانكسار، فكانت ولا تزال سدا منيعا بوجه مخططات الفتنة والفرقة، مؤمنة بالشرعية، نموذج للعيش المشترك، وبيئة حاضنة للمؤسسات. فرحتنا في الشمال لن تكتمل إلا ببزوغ فجر الحقيقة
حقيقة من اغتال كبار من رجال الدولة من أبناء الشمال. فرحتنا لن تكتمل ما لم يساق المجرمون إلى قفص العدالة، وها هي المحاكمات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسير على قدم وساق، والعدالة باتت أقرب من أي وقت مضى. العدالة لا تحتاج قصورا، لكن هيبة القضاء وسمو رسالته يقتضيان وجود قصور للعدل الذي لا ملك دونه. هذا البناء الذي نفتتحه اليوم، هذا القصر، أن الاعتمادات حتى تاريخه غير متوفرة للشركة المتعهدة أو الملتزمة، ونعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز المبنى. إن الابتزاز بمصالح الناس وتقدمهم وعمرانهم وتعطيل الحكم والبلاد من أجل كسب سياسي رخيص في توظيف ما أو في بلوغ موقع ما أو رئاسة ما هو من الكبائر التي لا تغتفر. كما تخلل الاحتفال كلمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد، الذي قال: نحن سلطة قضاء لا سلطة إرضاء، مودعا تمثال السيدة العدالة كما سماها رمزا للقضاء في لبنان. وتحدث كذلك كل من نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال رضا رعد. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الواقع الحالي الذي نعيشه سببه الأول تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الواقع الحالي الذي نعيشه سببه الأول تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. وخلال العشاء السنوي لمنطقة كسروان الفتوح في القوات اللبنانية، لفت جعجع إلى أن تعطيل الانتخابات الرئاسية حاصل على المستوى الإقليمي إلى حين إيجاد من يعطي ثمنا مقابل تسهيل الانتخابات. الواقع الحالي اللي عم نعيشه سببه الرئيسي تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. ما نتصور أي حلحلة بأي موضوع قبل ما يصير عندنا رئيس جمهورية جديد. بدي أخبركم خبرتين بيعطوا فكرة واضحة عن جوهر التعطيل اللي عم نصير. فإذا على المستوى الإقليمي أنه صاير التعطيل لا تيلتقى أحد يعطي ثمن هو بقاء بشار الأسد في سوريا. على المستوى الداخلي صار واضح، حزب الله هلأ بفك التعطيل إذا بتعطيه شغلة، إذا بتعطيه قانون انتخابات بيخليه يمسك السلطة كلها من خلال النسبية اللي عم يطرحها، لأنه عارف هذا القانون شو، مش مشان ترجع حقوق بيت الطوائف. مش مزبوط، في ولين أخرى بترجع حقوق بيت الطوائف بأولا يمكن قانون الدائرة الفردية، فصار قانون لأنه بيسمع لحزب الله يصير عنده أكترية كبيرة بمجلس النيابة. رئيس حزب القوات اللبنانية قال: إننا في خضم هذه الأزمة لم نكن يوما على الحياد، فمنذ بداية تشكيل هذه الحكومة رفعنا الصوت عاليا، لأننا كنا مدركين أن تشكيل حكومة بهذا الشكل إلى أين سيأخذ البلد. أكد حزب الكتائب خلال اجتماعه الأسبوعي أن الجلسة النيابية العامة المقررة لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية يجب أن تشكل دافعا لوقف التعطيل وانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء هو خضوع لإرادة المقاطعين. بقدر ما يلتزم حزب الكتائب المشاركة في جلسات الحوار، يؤكد أن للحوار وظيفته المحددة بتسهيل انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنه لا يمكن له أن يشكل بديلاً عن الحكومة أو رديفاً لها، وألا تصبح المشاركة فيه بمثابة المساهمة في تعطيل الحكومة. أهالي القاع يرفضون إقامة مطمر للنفايات ضمن خراج البلدة، معتبرين أن هذا المطمر سيسبب بتلوث 900 بئر ارتوازي لري المزروعات التي تغطي الأسواق اللبنانية. بعدما تحدثت معلومات عن إقامة مطمر لنفايات بيروت في بلدة القاع قضاء بعلبك، سارع أهالي البلدة إلى الاحتجاج على هذا المشروع الذي يهدد بتلوث الآبار الارتوازية التي تغذي مياه الشفة والمزروعات بحسب تعبيرهم. النفايات مهما كان الحالة تبعها أو الظروف تبعها بدها تأثر حكما على الآبار، والآبار هي للشرب وللزراعة، بس أكثر الناس هالثلاثين ألف نسمة الموجودين بالسهل عم يشربوا منها. بتصور أنه لازم تكون عبء أو بتشكل ضرر على صحة الإنسان درجة أولى وعلى المزروعات. يعني اللي سمعناه عبر الإعلام عن إنشاء مطمر بالقاع، نحن
بشكل حازم وجازم إن كل ولاد القاع بيرفضوه، كل الأحزاب، كل العائلات، وبالتالي ما بينقصنا مشاكل، لأن مشاكل بتكفينا وبتوفينا. أرض القاع الغير مفرزة، الدولة بدها تجيب لنا مشاريع، ما بتجيب لنا مشاريع نفايات، تجيب لنا مشاريع تفرز لنا أرضنا. هذا الموضوع ما رح يمر ومستحيل وما حدا يفكر فيه حتى، لأنه نحن رح نكون وقفة واحدة بوجه هالموضوع هذا. الأهالي أكدوا أنهم سيلجؤون للتحركات الاعتراضية على هذا المشروع بالطرق الديمقراطية. نفذ أهالي عكار اعتصاما أمام سراي حلبة، جددوا خلاله رفضهم نقل النفايات إلى مطمر سرار، ورفعوا كتابا إلى رئيس الحكومة للرجوع عن هذا القرار. تحت عنوان عكار لعيونك توحدنا، نفذ تجمع عكار وأهالي الكرة المحيطة بمنطقة سرار اعتصاما أمام سراي حلبة، أكدوا خلاله رفضهم الكلي نقل النفايات إلى مطمر سرار وإقامة مكب. أكثر من 600 ألف عكاري يرفضون دخول النفايات إلى عكار. لا تحكموا بالإعدام على عكار بمشروع النفايات. هناك مجزرة بيئية وصحية ترتكب في حق أهل عكار. وقد رفع المعتصمون كتابا إلى رئيس الحكومة تمام سلام، سلموه إلى محافظ عكار عماد لبكي، تحدثوا فيه عن هواجسهم من إقامة هذا المكب الذي يؤثر سلبا على صحتهم وعلى المزروعات والمياه الجوفية، آملين أن يسمع نداءهم ويبادلهم بحسن نية. من جهتي أعرب لبكي عن تفهمه لهواجس المعتصمين، مطالبا بإعطاء مهلة للدولة لمدة 4 أشهر، لأنه يوجد عقد لتجهيز المطمر الأول في أواخر شهر شباط لاستقبال النفايات. كما أكد لبكي رفضه استقبال أي نفايات سامة أو نفايات المستشفيات أو الصناعية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لجنة للمراقبة ولتقديم تقارير عن الأعمال التي تجري هناك. النشرة بعد الفاصل. السعودية تناشد المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال والمستوطنين. غارات للتحالف العربي على صنعاء ومعارك محتدمة في تعز. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. قتلى في استهداف الجيش اللبناني بصاروخ جو أرض عربة مسلحة لمجموعات سورية في أطراف عرسال. المحكمة العسكرية تطلق سراح وارث سليمان وبيير حشاش، وإضاءة على حملة دفا لمساعدة المحتاجين في كافة الأراضي اللبنانية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تعديا جديدا على الفلسطينيين، تمثل باقتحامها حرم جامعة خضوري شمال الضفة الغربية، فيما طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالإفراج عن جثامين 11 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال بحجة أنهم نفذوا عمليات طعن ضد إسرائيليين. في وقت لا تبدو سلطات الاحتلال مستعدة لإيجاد مخرج للعنف الذي تحدثه قواتها في الأراضي المحتلة، سجلت مواجهة جديدة بينها وبين طلاب فلسطينيين داخل حرم جامعة خضوري الواقعة في مدينة تلكرم شمال الضفة الغربية، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب. يأتي ذلك في وقت شددت قوات الاحتلال من حصارها لمدن الضفة الغربية، فيما بشرت ببناء جدار في مدينة القدس الشرقية بذريعة حماية حي استيطاني. وسبق هذه الأحداث اعتقال قوات الاحتلال نحو 34 فلسطينيا بينهم أطفال، ليرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري إلى 850 بينهم 300 طفل. وجاء ذلك بعد يوم من استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية على محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، أدت إلى مقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وجرح 9 آخرين. وتلاها سحل الإسرائيليين مواطنا أريتريا بعد الاشتباه خطأ بأنه على صلة بالعملية، وهذا ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تحذير الإسرائيليين من تطبيق القوانين بأيديهم. وفيما تعهد القيادي في حركة حماس فتحي حماد بتكثيف المعركة ضد إسرائيل، طالبت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال بالإفراج عن جثامين 11 فلسطينيا من سكان مدينة القدس. تقول الشرطة أنهم استشهدوا بنيران الشرطة بحجة تنفيذهم عمليات طعن ضد إسرائيليين. وفي وقت رفضت سلطات الاحتلال المبادرة الفرنسية لإفادة مراقبين دوليين للحرم القدسي الشريف، أعلن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عدم سعي بلاده لإدخال قوات أجنبية إلى القدس، زاعما أيضا أن لإسرائيل الحق بحماية مواطنيها.
جدد مجلس الوزراء السعودي استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك. وفي جلسته الأسبوعية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، ناشد المجلس مجددا المجتمع الدولي بذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه. شنت طائرات التحالف الروسي الإيراني المدعومة بعناصر من كتائب الأسد وحزب الله وبالتنسيق مع العدو الإسرائيلي هجوما شرسا على ريف دمشق، خصوصا بلدات الغوطة الشرقية، فيما حصل مقاتلو المعارضة السورية على إمدادات جديدة من الصواريخ الأمريكية الصنع المضادة للدبابات استعدادا لمعركة حلب. نفذ طيران التحالف الروسي الإيراني الذي ينسق عملياته العسكرية مع العدو الإسرائيلي والمدعوم بعناصر من كتائب الأسد وحزب الله عشرات الغارات على مناطق مختلفة في ريف دمشق وخاصة في الغوطة، مدعيا أنه استهدف 49 هدفا إرهابيا في سوريا في الساعات 24 الأخيرة. وتؤكد وزارة الدفاع الروسية مواصلة قصف منطقة دمشق وإحداث بلبلة في صفوف مئات من مقاتلي داعش الذين فروا باتجاه مرج السلطان إلى شمال العاصمة السورية بحسب الجيش الروسي. هذا وقصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة مناطق في مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود ومناطق أخرى جنوب العاصمة دمشق، وامتد القصف إلى محافظة درعا. قوات الأسد وتحت غطاء جوي مكثف للطيران الروسي وعبر الخط الساخن مع تل أبيب شنت عشرات الغارات الهجومية على نقاط التماس في بلدات المنصورة وتل واسط ومنطقة الصوامع بسهل الغاب بحما إلى الشمال السوري، حيث أفادت معلومات عن حصول الجيش الحر على إمدادات جديدة من الصواريخ أمريكية الصنع المضادة للدبابات استعدادا لما بات يسمى معركة حلب الشمالي سوريا في إطار صد هجوم لكتائب الأسد على جنوب المدينة. كذلك قتل عدد من قوات النظام خلال الاشتباكات مع فصائل المعارضة في منطقة التل الأحمر بريف القنيطرة، ونفذت طائرات الأسد ضربات على أماكن في منطقة الساقية بريف السويداء الشمالي الشرقي. توقع البنتاغون توقيع بروتوكول تفاهم بين واشنطن وموسكو في الساعات المقبلة لتفادي أي احتكاك في الأجواء السورية. وكان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قد شدد على ضرورة أن يتنحى رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية، داعيا إيران إلى الانسحاب من سوريا والكف عن التدخل في لبنان واليمن والعراق وسوريا. لا دور لرئيس النظام السوري بشار الأسد نهائيا في أي حل سياسي للأزمة السورية، هذا ما توافقت عليه المملكة العربية السعودية وألمانيا خلال زيارة وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير إلى الرياض ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، الذي شدد على ضرورة تنحي الأسد بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة. دعا إيران إلى الانسحاب من سوريا إذا أرادت أن تكون جزءا من الحل ووقف تدخلاتها المقلقة في سوريا والعراق واليمن ولبنان. ماذا يجب على إيران أن تفعله لتكون جزءا من الحل في سوريا؟ والرد بسيط جدا، عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح للنظام لبشار الأسد، وعليها سحب الميليشيات الشيعية الذي أرسلتها إلى إيران مثل حزب الله وغيرها من الميليشيات، وبالتالي يستطيع أن يكون لها دور. ولكن إيران الآن دولة مقاتلة، الآن دولة محتلة لأراضي عربية في سوريا، فمن الصعب أن يكون لها دور وهي موجودة على أرض الواقع تحتل أراضي عربية وتساهم في قتل وتشريد الأبرياء من العرب السوريين. تدخلاتها في سوريا أمرا مقلق جدا، تدخلاتها في العراق أمرا مقلق جدا، تدخلاتها في لبنان أمرا مقلق جدا. فإذا إيران أرادت أن تكون لها مكانة في المنطقة ويكون لها علاقات مميزة مع دول الجيران فنحن نرحب بذلك ونرحب بذلك بشدة.
في هذا الوقت تعكف روسيا على دراسة اقتراح أمريكي بعقد اجتماع دولي بشأن سوريا يشارك فيه ممثلون من روسيا والسعودية وتركيا والأردن. وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أعلن من مدريد أنه ينوي بحث التطورات في سوريا في القريب العاجل مع ممثلي قيادة روسيا والسعودية وتركيا والأردن لتحديد أفضل الخيارات، وبعدما أبدى تمسك واشنطن بتجنب التدمير الكامل والشامل لسوريا، اعتبر كيري أن دعم روسيا للأسد سيزيد الأزمة السورية تفاقما. أشادت المملكة العربية السعودية بموقف الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الذي أكد فيه استعداد الحكومة اليمنية التام للعمل السلمي واستئناف المشاورات السياسية. ميدانيا قتلت القوات السعودية 13 حوثيا بعد اشتباك معهم في جبل رزاح في منطقة جازان الحدودية مع اليمن. هذا وتكثفت غارات التحالف العربي على مواقع المتمردين في صنعاء في حين احتدمت المعارك في محافظة تعز الجنوبية بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح. بعد الفاصل في المسائية. الشباب التقدمي يتضامن مع الشعب الفلسطيني والعسكريين المخطوفين. والمستشفيات بين المستحقات والحائط المسدود. أهلا بكم من جديد. وقفتان تضامنيتان لمنظمة الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي مع الشعب الفلسطيني في ساحة إسكوا ومع العسكريين المخطوفين في رياض الصلح. من أمام ساحة الإسكوا في بيروت جددت منظمة الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي في وقفة رمزية تضامنية شارك فيها وزير الصحة وائل أبو فاعور مساندتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي. إن ما يحصل اليوم في فلسطين يعيد التأكيد على إصرار الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجرام الصهيوني المستمر ومتابعة النضال من أجل الحرية رغم التقاعس العربي الدائم والتخاذل الدولي. أما ساحة رياض الصلح التي انتقل إليها المعتصمون فكانت مسرح تضامن للحزب التقدمي الاشتراكي مع أهالي العسكريين المخطوفين الذين بدورهم أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية أيضا. حابين نوجه رسالة من هون لشعب فلسطين، شعب المقاوم، شعب فلسطين اللي رافع راس العرب، شعب فلسطين اللي هو سلاحه إيمانه أو بالله أول شيء. نحن سعينا وسنسعى ضمن الأطر الرسمية المتاحة لإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي يثقل كاهل جميع اللبنانيين، لأن هيبة الدولة لن تعود إلا بإعادة أبناؤنا العسكريين. دعوني أتوجه إلى سمو أمير قطر الشيخ تميم لأقول له أنت رجل المحبة والسلام. كذلك أعلن أهل العسكريين المخطوفين نيتهم زيارة أمير قطر لتحريك ملف أبنائهم. في السراي الكبير استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون الذي وضعه بأجواء مستحقات المستشفيات التي يعود قسم منها إلى ما بين العامين 2000 و2011. وأكد هارون أن استمرار الوضع على ما هو سوف يضع المستشفيات أمام حائط مسدود، فمن ناحية هناك ضغوط لاستقبال المرضى ومن ناحية أخرى تقع المستشفيات تحت ضغط مادي لا يسمح لها بالاستمرار على هذا المنوال. حذر وزير التربية إلياس بوصعب من تنفيذ الإضراب الذي دعت إليه رابطة أساتذة التعليم الثانوي يوم غد الثلاثاء للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. وخلال مؤتمر صحفي أشار بوصعب إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 1700 شكوى من طلاب الشهادة الرسمية لإعادة تصحيح امتحاناتهم. نحن اليوم إذا بدنا نطلع نضرب ونسكر المدارس عم نضغط على مين؟ لا في مجلس نواب ولا في مجلس وزراء ولا في رئيس جمهورية. كيف أنا نحصل على سلسلة رتب ورواتب بهالحالة؟ قالوا أنه في عملية تزوير فاضحة بالموضوع اللي عم نعمله. هيدا ببيان طلع من رابطة أساتذة التعليم الثانوي أنه نحن عم نعمل عملية تزوير فاضحة. ليش؟ لأنه عم ننظر بشكاوى الطلاب. صار إذا عم ننظر بالشكاوى في تزوير، وإذا عم ننظر بالشكاوى في فساد. ما عم نفهم بقى كيف بدها تشتغل الحكومة، الوزارة كيف بدها تشتغل. حث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأوضاع والتطورات مع السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد الذي أكد أن التحرك المصري أساسه دعم مسار الحوار القائم من خلال المبادرة التي تبناها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتا إلى أنه التقى جعجع والعماد عون لدعم هذه الجهود الرامية إلى إنهاء الوضع الراهن.
وفي الشأن الرئاسي أشار السفير المصري إلى أنه حتى الآن لا يبدو أن هناك إيجابية كافية، ولكن نحن نعول على وجوب إنهاء هذه الأزمة وإيجاد الحلول عبر التفكير بشكل خلاق جديد، باعتبار أن استمرار هذا الوضع غير ممكن وانتظار الترتيبات الإقليمية غير مجد أيضا. بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء وسام الحسن، زارت النائب بهية الحريري وعقيلة الشهيد الحسن ضريحي الشهيدين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والحسن في ساحة الشهداء، ووضعتا الورود على أضرحة الشهداء، كما قرأتا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن وباقي الشهداء الأبرار. نتابع الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من الصين، وآخر أرقام النمو يلي سجل نسبة 6.9% بالربع الثالث، وهو المعدل الأضعف من وقت الأزمة المالية العالمية ب 2008. أيضا معدل النمو على أساس سنوي هو أقل من هدف الحكومة البالغ 7%. هون لازم نشير إلى أنه هالأرقام أتت أفضل من التوقعات. الاقتصاد الصيني تأثر بتقلبات سوق الأسهم والبيانات الاقتصادية الضعيفة، الأمر اللي تسبب بمخاوف الأسواق بجميع أنحاء العالم ومش فقط الأسواق الصينية. ومننتقل لتراجع أرباح البنك الاستثماري الأمريكي مورغان ستانلي بالربع الثالث مع انخفاض إيرادات السلع والسندات وتداول العملات الأجنبية. وبالأرقام انخفض صافي الأرباح بنسبة 42% ل 939 مليون دولار مقارنة مع 1.63 مليار دولار بنفس الفترة من السنة الماضية. أما صافي المبيعات فقد انخفضت بنسبة 13% لتوصل ل 7.77 مليار دولار. فيلي صار خلال هالأشهر الثلاثة المنتهية بأيلول هو انخفاض أسعار النفط أكثر وارتفاع مخاوف المستثمرين حول موضوع رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، بالإضافة لتراجع سوق الأسهم الصيني. كل هالعوامل ساهمت بتراجع نتائج المصرف الأمريكي. ومننهي مع فيراري اللي بعد طول انتظار رح تخضع للطرح العام الأولي مع تسعير الأسهم نهار الثلاثة بالمبدأ وبدء التداول ببورصة نيويورك نهار الأربعاء. طبعا رح بيراقب المستثمرين عن كثب أداء الأسهم بالبداية نظرا لنطاق السعر المحدد للأسهم الجديدة وسوق الاكتتاب الصعب. فيات كرايسلر أوتوموبيل صاحبة فيراري رح تبيع 10% من فيراري بالاكتتاب بالجزء الأعلى من النطاق المتوقع، مما بيجعل قيمة صانع السيارات الرياضية السوقية 9.8 مليار دولار. هيدا أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة. وفي الرياضة، يشهد ملعب المنارة بعد قليل المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري في كرة السلة بين الفريق الرياضي والفريق التونسي، ومن هناك ينضم إلينا صبحي قبلاوي. صبحي، مساء الخير منير لك، ومساء الخير للينا. بدي أول شيء أعتذر عن ما عم بسمعكم كثير منيح، لأنه ملعب النادي الرياضي اليوم في أكثر من 2000 متفرج بانتظار انطلاق المباراة النهائية للنسخة 25 لدورة حسام الدين الحريري الدولية لكرة السلة. هيدي المباراة النهائية عم تجمع ما بين النادي الرياضي بطل لبنان وما بين نادي النجم الساحلي التونسي، أحد أقوى الفرق العربية حاليا، هالفريق يلي مرشح بقوة ليكون بطل تونس الموسم القادم. مباراة رح تكون واعدة مباشرة بعد نشرة أخبار تلفزيون المستقبل الساعة 8:30. نجوم النادي الرياضي جاهزين، ملعب المنارة جاهز، ما بيبقى إلا الإثارة والحماس، رح تتابعوهم معنا إذا الله راد، ابتداء من 8:30 ما بين الرياضي بيروت والنجم الساحلي تونس. شكرا صبحي. إذا نتابع هذا الماتش طبعا النهائي بعد نهاية هذه النشرة. نتابع الآن صفحة الأحوال الجوية وكارن خراط. ما في شي بيوقفك مع ألفا 4x4، لخطوط ألفا بريبايد 400 ميجا بايت، 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك أند، 40 دقيقة حكي و 400 اس ام اس بس ب 12 دولار. العرض محدود. بونسوار، طقسنا
مستقر نسبيا عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو هوايتكم المفضلة ومن صورة نادين مننتقل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها. ومنبلش جولتنا بتونس 28 درجة، الرباط والجزائر 25، القاهرة 33 درجة، بغداد 36، دمشق 28، القدس وعمان 29 درجة، ومنختم أخيرا مع الكويت 39، الدوحة 36 درجة، أما الرياض عم بتسجل 37 درجة. هلأ مننتقل على لبنان. بكرة الثالثة تقصنا قليل الغيوم لغائم، عنا استقرار بدرجات الحرارة على الساحل لتوصل أقصاها ل 30 أدناها ل 19 بالنسبة للجبل، والداخل عنا انخفاض بدرجات الحرارة لتوصل أقصاها ل 22 درجة، أما بالداخل ل 27. هلأ منروح على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا. بعكار 27 درجة، طرابلس 29، الأرز 18، الكورة 26 درجة، الهرمل 28، القاع 26، بعلبك 23، الرياق 24 درجة. نوصل على جبيل 27، ميروبة 20، جونية وبعبدة 30 درجة، بيروت كمان 30 درجة وطقسة قليل الغيوم، زحلة 27، شتورة 26، عنجر 28، مشغرة 27 درجة، جزين 27، رشية 25، مرج عيون 28 درجة، ومنختم أخيرا مع صيدا، صور وقانا 28 درجة. مثل ما ذكرت بكرة طقسنا قليل غيوم لغائم لتوصل حرارة أقصاها لنهار الثالثة ل 30 درجة، أدناها 24، بالنسبة للرطوبة بتوصل أقصاها ل 80%، بالنسبة للأربعاء 29 درجة، أما نهار الخميس بتستقر على 28 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 12 درجة و 18 درجة، وعنا ضباب على المرتفعات. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. في دي ان اي بعد النشرة، يتناول نديم قطيش أبرز ما تضمنه خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أمس. الآن تذكير بعناوين النشرة. قتلى باستهداف الجيش بصاروخ جو أرض عربة مسلحة لمجموعات سورية في أطراف عرسال. المحكمة العسكرية تطلق السراح وارف سليمان وبيير حشاش. غارات روسية للمرة الأولى على الغوطة وريف دمشق، والسعودية تدعو إيران للانسحاب من سوريا ووقف تدخلاتها بدول المنطقة. في الختام نشكر متابعتكم مع تمنياتنا للنادي الرياضي بالفوز هذا دائما الليلة. بالنجاح. إلى اللقاء. شكرا. ثلاث أشهر حلت على طرفها.